من الأخطاء اللي نقع فيها في العلاقات الاجتماعية، في بعض الأشخاص بسرعة يعطون الثقة للآخرين، يعني يتعرف على شخص دقيقة دقيقتين يقول ما شاء الله والله طيب وحبيب ومخلص، وهو كل اللي يتعرف عليه دقيقة ولا دقيقتين. وبالتالي الناس نوعين، في ناس سريعين العاطفة، سريعين الانفعال، سريعين في اتخاذ القرار، سريعين في إعطاء الثقة، وفي ناس لا، يتريث متوقف، يحتاج يختبر الإنسان مرة ومرتين وثلاث، يحتاج لما يتعامل معه ولا يتكلم معه ما يستعجل في الحكم. وهذا بالمناسبة مو بس بالعلاقات الاجتماعية، يعني حتى في السوق، يعني واحد لو دخل محل بيشتري شغلة أي شيء يقولها البياع يصدقه. هذا إنسان سريع العاطفة، سريع اتخاذ القرار، سريع التأثر. بينما في إنسان ثاني يدخل السوق أو يدخل المحل، شو يقول للبياع؟ يناقشه، يفتح له مواضيع جديدة، يسأله أسئلة. هذا معناته إنسان متريث، ما يصدق أي معلومة بسرعة، يتريث، يتحقق من الموضوع أكثر. ولذلك اللي دائما سريعين الانفعال وسريعين إعطاء الثقة عندهم مشاكل في العلاقات الاجتماعية. وسهل جدا الإنسان يتخذ قرار بالتباطؤ، يعني ممكن تثق في إنسان بس لا تستعجل، جربه مرة ومرتين وثلاث، اختبره مرة ومرتين وثلاث، بعدين سلم الراية، قول والله هذا إنسان يستحق الثقة أو يستحق أني أنا يعني أبني علاقة معه والعلاقة تكون فيها إخلاص. فإذا الناس صنفين، وأتمنى أنت تدرب نفسك لسريعين الانفعال أن يكون من الصنف الأول، بطيء الحكم على الآخرين وبطيء في إعطاء الثقة.